رجعنا تاني وتحية طيبة وبعد، وزي ما قلنا لكم طبعا قبل الفاصل هيكون معانا الداعية شريف شحاتة. مساء الخير. اهلا، مساء النور، منورنا لاول مره ليكم. مبروك على تحية طيبة وبعد، ان شاء الله تعالى تبقى بداية قوية وفاخر كبير ونفع كبير جدا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. احنا كنا بنتكلم بقى قبل الفاصل اللي فات على ان احنا عايزين نقول للناس ان رمضان بما انه قرب عايزين نبتدي نشحن لرمضان. اللي هو عارف الاستعدادات اللي قبل رمضان، كل الناس فاهمه انه استعدادات رمضان ان انا اجيب بقى الاكل واليميش والحاجات دي بالزبط. لكن الحاجات الروحانيات بقى دي عايزين نتكلم فيها اكتر، استعداد النفسي اكتر. تمام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اكيد مبسوط ان انا موجود معاكم في تحيه طيبه بعد، فالتوفيق ان شاء الله. مشكورك. الحاجه الثانيه، فكره الاستعداد لرمضان، احنا ممكن نكون بنستعد لرمضان، احنا جبنا اليميش وجبنا الكنافه، طب احنا اكدنا على الفراخ والحاجات دي، فاحنا بنبدا نستعد من فتره، احنا نخلص السوبر ماركت كله. بالظبط. على فعلا على فكره رمضان احنا بنتم استهلاك فيه كميات اكل غير طبيعيه للاسف. فعشان كده لما جينا نتكلم في الفقره قلنا طب ما نعمل هاشتاج اشحن لرمضان، على اساس ان احنا كل حلقه نبني فكره بنقرب بيها رمضان اكتر. وعلى فكره احنا مش بادئين بدري، احنا متاخرين. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيبدأوا يدعوا يا رب بلغنا رمضان قبلها بست شهور. يعني قبل رمضان بست شهور، يا رب يجي رمضان، يا رب بلغنا رمضان، فاللهم بلغنا رمضان. فاحنا بادئين من بدري، احنا اللي هي مش من بدري قوي، على اساس ان كل فقرة كل يوم اتنين ان شاء الله نحط رجلينا على حاجة نبدأ نقرب بيها اكتر من ربنا، لان احنا عندنا حواجز. وده موضوعنا النهاردة، فكرة الحواجز اللي بتعطلنا عن ربنا بقت كتير. منهم بقى يعني مثلا حضرتك في الفاصل حضرتك كنت بتقولي ان احنا بعدين بقى اللي هو هعمل في رمضان، هعمل في رمضان وان شاء الله والف الف مبروك والحاجات دي بالظبط. فاحنا عايزين نقول احنا اول حاجز بيعطلنا عن ربنا او بيقف قدامنا وبيننا وبين ربنا التعطيل. احنا عندنا في حياتنا حاجات كتيره جدا عطلانه. انا ان شاء الله تعالى ناوي اصلي من يوم السبت. ليه من يوم السبت؟ من اول الاسبوع. طب ما تصلي دلوقتي. او اللي بيقول انا هصلي هداوم على الصلاه في رمضان، كان رمضان بس للعبادات، او انا هبقى كويس لما اعمل عمره. فهو عمال يعمل ايه؟ يعطل بيأجل. ويأجل. فعلشان كده سيدنا لقمان الحكيم بيقول كلمه حلوه جدا، بيقول لك ايه؟ اياك والتسويف فانك تصاب بشيئين. لو انت قعدت تسوف، اللي هو واحد عايش حياته في لعل وسوف وبعدين واحتمال، فقال لك عندك مشكلتين. المشكله الاولى ان الذنوب الكتير اللي انت عملته، بعدين هبقى كويس، بعدين هرجع لربنا، بعدين هبقى مش عارف ايه. فالذنوب الكتير 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 راحت قافله على قلبك، فانت مش عارف تطلع منها، فضيقت عليك. وفي مثل بيقول من احد السلف الصالح، بيقول ان القلب عامل زي الكف المفتوحه كده، كل ما تعمل ذنب صابع يقفل، تعمل ذنب صابع يقفل، فيقولك في الاخر القلب يتقفل، فانت مش عارف تشوف غيره. يعني انت تعبت، هو مرايه بيعكس الافعال اللي انت بتعملها. فاول حاجه قال لك ابعد عن سوفة دي علشان الذنوب ما تتراكمش عليك. ففي الاخر مش عارف ابدا منين. والحاجه الثانيه قال لك ما هو ممكن ما تلحقش التوب. احنا النهارده في موت الفجاه ده بقى بيحصل كتير، مرعب بقى، موجود بكثره، ودي من علامات الساعه اصلا، بالذات في سن الشباب اللي هو مات على طول. ده حقيقي. فبالتالي قال له خلي بالك ليه، وراح نهى الكلام بتاعه، قال فما هلك من هلك مع الله الا بالتسويف، اللي هو فيما بعد. حتى عبد الله بن المبارك بيقول اكثر ما يقوله اهل النار يا اف للتسويف. التسويف ضيعنا ليه؟ لان انا بعدين هشوف. عشان كده اول حاجز ده نكسره ازاي؟ حط اجابه لاربع اسئله. هبدأ انتظم في الصلاه امتى؟ على طول. يعني اللي بيسمعنا دلوقتي ولسه ما صلاش العصر، قوم صلي حالا. اتنين، امتى هقرا قران كل يوم حتى لو خمس دقائق؟ امتى؟ رقم ثلاثة، امتى هتقن شغلي وانجح في حياتي لان ده طاعه؟ أربعة، هصلي الفجر امتى؟ طب يعني انا عندي 50 سنه ولا 60 سنه ولا ما اخلص شغل يعني. طب هو امتى دي؟ ما انا بطرح برضو لنفسي سؤال وانا اللي هجاوب عليه، فانا ممكن برضو ارجع واقول امتى هصلي؟ هصلي من اول رمضان. امتى النهارده هبتدي اعمل العبادات اللي مطلوبه من قراءه قران وي وي وي؟ من اول رمضان. طب ما انا برضو الاسئله دي هتديني فرصه ان انا اجل. كويس. فابتدي ازاي بقى ان انا اقول انا عايز دلوقتي اعمل ده؟ نبدا دلوقتي ازاي؟ بثلاث اجابات سريعه جدا. الاجابه الاولى، كلنا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا، ونفسنا ربنا يوسع علينا، ونفسنا ربنا يجيب لنا حاجات حلوه قوي وكتير قوي. فاول حاجه هتعطل الحاجات دي انها تجيلك الذنوب، اللي هو التاخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عليه الصلاه والسلام ان العبد لا يحرم الذنب، لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. العبد بيحرم الرزق اللي انت نفسك فيه ايا كان نوع الرزق،
بالذنب اللي الإنسان بيعمله. رقم اتنين، حضرتك وحضرتك وأنا مش ضامنين احنا هنموت امتى. عمرنا صح، وده في نقطة أهم. أنا مش بخوف من الموت، بالعكس، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه طبعا. رقم ثلاثة بقى، أنا عايز أكون من الذين يحبهم ويحبونه. أنا بحب ربنا جدا. طيب حلو قوي الجملة دي، بس لكل قول دليل. فما الدليل على ما نقول؟ إن أنا بصلي، إن أنا بتقن شغلي، إن أنا ببر أبويا وأمي، إن أنا لا أكذب، إن أنا صادق، إن أنا يبقى إذا أنا عملت إيه؟ أنا بدي دليل إن أنا بحبه بجد، مش مجرد. في حاجة مهمة جدا حضرتك قلتها دلوقتي، أتقن شغلي، ده برضو يعني موجود عبادة. من العبادات طبعا، انه انا يبقى عندي ضمير في شغلي، وده اللي عايزين برضو نقول لكل الناس. يعني مش معنى انك بتصلي وتصوم بس وما بتتقنش شغلك وما عندكش ضمير فيه يبقى انت كده تمام. لا. لا طبعا صح. ما هو احنا بنعاني من فجوتين، فجوة الاولى اللي هو بيعبد ربنا كويس جدا بس الاخلاق مش حلوة، يعني بعدين بقى بتقن شغلي وعديها المرة دي. وعندنا جزء تاني اخلاق حلوة جدا ومقصر جدا في العبادة. في العبادات احنا اصلا لا احنا النموذج ده ولا ده، بالعكس الإسلام خلانا متوازنين. فإحنا عندنا أخلاق وعندنا عمل وعندنا إتقان وعندنا عبادة. فإحنا اللي هي فكرة الدليل. يعني إيه الدليل؟ يعني خليك لما الناس تشوفك تقول الدنيا فيها خير، خليك فيك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المطلوب، إن أنت إزاي تبقى بتطبق اللي بتقوله وبتحاول تجتهد فيه. فده كان أول والنية بقى، يعني طبعًا. خلينا الأول نصفي نيتنا، ده مهم طبعًا. قوي إن والنية مع العمل صافية. في ناس بتنوي بس، احنا عايزين نقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لازم العمل يتحط له نية. إنما أنا بنوي بس ومش بعمل، طب وبعدين هتاخد طيب خطوة إمتى؟ أقدر أحفز نفسي إزاي على إن أنا أبتدي أعمل الاستعدادات دي قبل رمضان؟ إيه التحفيز؟ إيه الحاجات اللي أنا أحفز نفسي بيها؟ كويس. التحفيز إحنا كلنا عندنا من ربنا ثلاث طلبات، في اكتر طبعا. اول حاجه ان يرضى عني. تمام. حدش في الارض دي كلها نفسه ربنا ما يرضاش عنه، فاول حاجه انه كيف يرضى سبحانه وتعالى. رقم اتنين، عايزين فلوس، ما عايزين نعيش، عايزين نستمتع صح كده. رقم ثلاثة، عايزين كلمه جميله قوي اسمها البركه. البركه اللي في صحتي، في اولادي، في زوجتي، في حياتي، في فلوسي. كلمه البركه ما بتتعدش، ولكن بيبقى حاجه كده من ربنا للعبد سبحانه وتعالى. واحد ممكن يكون بيقبض 10,000 جنيه يطلع عربيته تتخبط يصرف 50,000 جنيه، واحد تاني خد 10,000 جنيه بس وربنا بارك له في ال 1000 جنيه. هي معادلات سبحانه وتعالى. فعشان كده عايز اقول له، انت ليه تخلي غيرك يسبق؟ يعني انت متاخر ليه؟ وبعدين هقول حاجه، انت جربت ربنا قبل كده في تعامل وفي علاقه جميله وما ادكش اللي انت عايزه؟ لا طبعا. طب انت ليه بعت؟ يعني ليه انت رجعت في حين ان غيرك سبق؟ غيرك سبق لان في توفيق من ربنا، غيرك سبق لان ربنا راضي عنه، غيرك سبق لانه حط قدام عينيه اولويات مرتبه. لازم كلنا نحط قدام عينينا اولويه مرتبه اسمها ربنا الاول. احنا احيانا حياتنا بتروح متلخبطه، فمثلا هي ربنا برقم ثلاثة، فحاطين الشغل الاول وبعد كده مثلا الولاد وبعد كده ربنا وبعد كده جوزي بقى ولا حاجه مثلا، يعني فتلاقي المعادله عماله تتلخبط. ليه؟ لان انا ما حطيتهاش سليمه، الفطره ما مشيتش كده. فانا لو حطيت رضا ربنا رقم واحد طبعا هلاقيني عارف اكمل بعدها، وعلى شرط دنياوي قوي. في بركه قوي في الحته دي. على فكره التعامل مع ربنا، ودي كلمه كويسه ان احنا حضرتك قلتيها، فكره الدنياوي، هو احنا ليه بنحصر ربنا في العباده بس؟ ده حقيقي. يعني ليه؟ ودي بقى ده الحاجز الثاني والثالث مع بعض، اللي هو احنا حددنا ربنا زمان ومكان. يعني ايه؟ وقت العمره زمن اهو، وقت العمره تلاقي ما شاء الله صحابي مش انسان، لا صح. صحابي من الصحابه للاسف مقترن بالوقت، يعدي يوم اتنين نقع. ليه؟ لانه ما فهمش صح. او المكان العباده في الجامع، بعد الجامع لا ما تكلمش احنا مش فاهمين انه ده اسلوب حياه. فلا نحدد ربنا زمان ولا مكان، احنا طول الوقت ربنا معنا. قال عز وجل وهو معكم اينما كنتم، فاحنا طول الوقت معاه سبحانه وتعالى. فما ينفعش نحدد ليه الزمن ده او المكان ده، او لما ارجع هصلي، لما اخلص هصلي. هو ربنا قال صلي دلوقتي، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده الزمن، فانت ما تاخرش الزمن. في كمان حاجه حضرتك قلتها حلوه قوي، اللي هو ايه؟ جمله احنا لسه فينا الخير. جدا يعني دي جمله حلوه قوي، واحنا فعلا لسه فينا الخير، بس صح. عشان يبقى فينا الخير اكتر واكتر، عايزين نتكلم عن تعاملاتنا مع بعض. يعني دي مهمه قوي، معاملاتنا مع بعض مهم ان احنا نتعامل برقي، وده برضو من تعاليم ديننا طبعا. في التعاملات اللي بين يعني بين اي حد والتاني، في ثلاث قواعد النبي صلى الله عليه وسلم رسخهم في الجميع. رقم واحد، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاخلاق
عبادة مستمرة بتاخد عليها ثواب وانت نايم، يعني وانت نايم تاخد الثواب ده. هدي مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إن من أحبكم إلي، أكتر ناس النبي بيحبهم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ده جنبي على طول، أحسنكم أخلاقا. فالصحابة قعدوا يتكلموا في الموضوع، طب والعبادة؟ العبادة معانا، بس الدليل على العبادة، على فكرة كل عبادة بيطلع منها أخلاق، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر طبعا. أخلاق. فليه كده؟ قالك لأن الإنسان الصادق طول ما هو عايش صادق، فهو نايم بياخد ثواب لأنه صادق، وطول ما هو بيتكلم بياخد ثواب لأنه صادق، يعني هو الطبيعي إن ده بقى جواه فبياخد عليها ثواب. مثلا واحد بيتقن شغله، تعامله بره الشغل، تعامله في الشارع، تعامله انه جارك، تعامله انه صديقك، تعامله في النادي، هو متقن. فالاتقان اصبح خلق موجود فيه فبياخد عليه ثواب. اذا اول حاجه ان اقرب الناس واحب الناس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون عندهم اخلاق متجانسه مع العباده بتاعتهم. ومش بس في رمضان، يعني عايزين برضو نقول طبعا. يا جماعه في شهر رمضان بنمتنع عن حاجات كتير قوي ممكن نكملها كمان لبعد رمضان، يعني هتبقى بدايه جديده لينا. حلو جدا، اشحل رمضان عشان احنا عايزين منه هدف، اللي هو بالزبط. خليك عبد رباني وليس عبد رمضاني. احنا معانا محمود على التليفون من القاهرة. مساء الخير يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك انت؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. وانت طيب؟ حضرتك طيب. احنا معانا طبعا الداعية النهاردة استاذ شريف شحاتة، فممكن تسأله بقى انت ازاي هتقدر تشحن لرمضان؟ طيب السؤال اللي احنا نفسنا نتمناه ونعرفه، يعني ازاي نستغل رمضان السنه دي بطريقه مختلفه عن كل سنه فاتت؟ يعني ازاي نستغل الشعائر والروحانيات الجميله بتاعت رمضان في اننا نقدم ماده دينيه مختلفه عن الكلام المكرر اللي بيحصل؟ يا ريت بس الشيخ يفيدنا في الموضوع ده. تمام. الخطوه العريضه اللي ممكن نتبعها في رمضان تبقى مختلفه عن كل رمضان، يعني ما نسالش نفس الاسئله المعتاده. ازاي نشوف ديننا بشكل جديد، بشكل متطور متحضر؟ تمام. سؤال مهم جدا، يعني كل رمضان يبقى احسن طيب. من رمضان. بنشكرك جدا. طبعا سؤال حلو جدا. انا بحييه عليه، فشكرا يا محمود. هو ده اللي احنا، يعني محمود سال السؤال اللي احنا بدأنا من اول حلقه، اللي هو ازاي يجي علينا رمضان احنا اصلا اوريدي بقينا موجودين جوه نطاق رمضان كعباده مع الله. احنا مش رمضانيين، احنا ربانيين، يعني من كان يعبد رمضان فرمضان هيخلص او هينتهي، ولكن من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فاحنا بادئين من النهارده بنقول ان الحواجز اللي بنكسرها دي بما فيها التسويف والتعطيل والتاجيل، بما فيها ان احنا مش هنحدد ربنا زمان ومكان، احنا هنعبد ربنا في كل وقت وفي كل مكان، لان احنا عايشين طول الوقت في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، في ملك الله، فاحنا عايزين نعبد ربنا بجد. الحاجة التالتة اللي أنا عايز أقولها له إن احنا محتاجين بجد يبقى عندنا حسن ظن بالله. تخلينا في رمضان اللي جاي إن شاء الله تعالى يبقى عندنا كل مرة بندي معنى بما فيه حسن الظن. إيه حسن الظن ده؟ إن أنا عايز أقول لمحمود وعايز أقول لنفسي وعايز أقول لحضرتك وعايز أقول كل اللي بيسمعونا دلوقتي إنه احنا أحيانا بنتعطل عن ربنا، إن الشيطان بيروح داخل بعد أي ذنب بنعمله. ومحدش يظن ان احنا ما بنعملش ذنوب، احنا كلنا بنعمل ذنوب طبعا، ولكن خير الخطائين التوابون. يعني انا عملت ذنب، الشطاره ان انا ارجع تاني، مش الشطاره ان انا اتنيني واقع فيه. فعايز اقول ان الشيطان روح داخل، انت عملت الذنب ده ما تدعيش. هستجيب منك ازاي ده انت لسه عامل الذنب ده؟ انا صمت بس مش عارف بقى هو ربنا قبل ولا ما قبلش. انا عملت عمره بس، انا دعيت بس، كلمه دعيت بس وصليت بس وصمت، كلمه بس دي بتلغي اللي فاتت. اللي هو انا عملت اللي عليا وخلاص. انت مش واثق ان ربنا بيحبك وقبل منك. ده بقى نقطه مهمه جدا، لازم نحسن الظن بالله. لا انا عشمان في كرم ربنا ده جدا، ده مهم حتى في حياتنا كمان طبعا. انا عشمان في كرمه جدا، انا بعمل طبعا. كلمه حسن الظن بالله هي كلمتين، عمل واحد، عمل عشان ما نجيش نقول هي كلام. عمل وقول، يعني انا بحسن الظن بالله. حلو جدا، تعمل ايه بقى؟ بالظبط. في ناس كتير بتحسن الظن بس ما بيعملوش حاجة. لا احنا عايزين نترجم ليه بقى، لان حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه بالزبط. يعني الاثنين عشان نتأكد. ده بنسميه مؤمن ضعيف، يعني ده اللي ايمانه ضعيف، اللي هو على طول حاسس ان هو بعيد عن ربنا ومش راضي برضو عن افعاله. لا انا عايز اقول بقى بلاش مؤمن ضعيف، عايز اقول ان ده ادى مساحة للشيطان ان يجعله اسير عنده. تمام. الشيطان من ضمن ادواره بيوسوس، وده احنا عارفين القصة دي، وبيدخل يعني يقول لك ايه، ان وقعت الناس في بعضها مثلا، فده دور من ادواره. وفي دور تاني قال الله عز وجل ليحزن الذين امنوا، يعني ايه؟ تلاقيك عملت حاجه كويسه والشيطان يدخل يقول لك ربنا ما بيحبكش، ربنا مش هيقبلها منك، فيبعدك عن الطريق. حزنك، يعني انت عملت حاجه حلوه
فالشيطان راح دخل خلاك حزين على اللي انت عملته. فالنتيجه مش عامل تاني او بعدين بقى او بقى انت لسه بقى انت هتدعي دلوقتي وانت لسه عصي دلوقتي؟ لا لا بص يومين كده وادعي. فيعمل ايه الحركه دي بالظبط؟ ادي الذنب وادي التوبه. انت كنت رايح عشان تخلص الذنب تغسله وتبقى تمام، فهو الشيطان راح داخل في النص، انت ازاي تدعي وانت عامل الذنب ده؟ فاستنى شويه استنى شويه استنى شويه. فعمل ايه؟ انا نسيت الذنب ما توبتش منه والذنب عمال يتراكم وانا نسيت. فبالتالي بعد فتره هو انا قلبي بقى قاسي ليه؟ هو انا مش واخد بالي ليه؟ انت عارف حضرتك يعني هي طبعا الواحد يبقى عنده حسن ظن بالله، انا دايما بسميها حاجه تانية، ان انا ابقى واثق ان ربنا بيحبني اكتر من ابويا وامي. طبعا يعني دي أوه. دي مهمه جدا لو اليقين ده جوايا ان انا عارفه انه مفيش حد هيحبني اكتر من ربنا بعد ابويا وامي. صح. يعني فعلا لو الواحد عنده اليقين ده اكيد هيحاول مره واتنين ان هو يعدل نفسه عن الطريق الخطا. في قصه جاوب على الجمله دي كانت ربيعه العدويه رضي الله عنها وارضاها كانت بتقول كلمه حلوه جدا. سمعت احد الشيوخ بيقول كلمه متداوله في الكتب عموما وهي كلمه صحيحه، بتقول الجمله ايه؟ بيقول لتلامذته: من ادمن قرع الباب، اللي يقعد يخبط على الباب وكلام عن ربنا يعني، يوشك ان يفتح له. تقعد تخبط على باب ربنا كتير هيفتح لك. فبعد ما سمعت الجمله دي قالت ايه؟ قالت: ويحك، يعني طب ما تعدل الجمله. قالت له: ومتى اغلق الباب حتى يفتح؟ هو امتى كان اتقفل عشان انا اخبط فيتفتح؟ هو اصلا مفتوح اصلا مفتوح، بس انت ادخل. هي دي المعادله فعلا. ابدا ابدا من عندك. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى كافئ كل حد بقصه جميله جدا رويت في الاثر. يعني واحد اطاع ربنا 20 سنه وراح عصى 20 سنه، فاطاع 20 وعصى 20، فرجع بعد 40 سنه يعني 60 بقى عنده 60 سنه، يعني 20 سنه عاديين وبعدين 20 طاعه و20 معصيه. فبص في الميه كده في البحيره فلقى شاب بقى الشعر بقى ابيض، فقال: يا رب يعني انا عصيتك 20 سنه فهعمل ايه؟ انا هتوب. فكان هاتف كده جاله قال له ايه؟ قال له: اطعتنا ال20 الاولانيين اطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فامهلناك، استنينا عليك، ولو عدت الينا الان قبلناك. فخلينا نقول ايش حل رمضان الهاشتاج اللي احنا بنتكلم عنه بدايتنا النهارده دلوقتي، يا ريت نتفق عليها كلنا. حاجه من اتنين: لما نستغفر كلنا دلوقتي يعني من قلبنا بجد 10 مرات مثلا، او يا سلام بقى لو بالليل كده قبل ما ننام كلنا نتفق مع بعض نصلي ركعتين توبه، تجديد العهد والعلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى. في كمان حاجه مهمه جدا لاحظناها كتير في شهر رمضان مؤخرا، يعني انه في شباب كتير، مش كتير بلاش نقول نسبه يعني، بس ما بقوش يصوموا. يعني مثلا احنا زمان كنا طول الوقت كلنا عارفين ان احنا كلنا صايمين، دلوقتي بنتفاجئ انه ناس كتير في وسطنا مش صايمين اصلا وما بيعرفوش حتى يصوموا، يعني مش متعودين على ده. ما اعرفش هل ده طبعا تربيه ولا ده توجيه، ولا ايه اللي حصل، في خلل حصل في الحته دي. فبرضو عايزين يعني نوصل للشباب دي، لانه احنا زمان احنا فاكرين كويس قوي ان احنا طول الوقت في شهر رمضان كلنا كنا بنبقى صايمين، حتى الاطفال الصغيره كانوا بيصوموا مثلا لحد الظهر لحد العصر. بالظبط. المضمضه في النص وبنشرب ميه في النص مش مشكله ونكمل صيام. طبعا انا عايز اقول لهم هو بس السبب ده لانه في ثلاث حاجات واضحين قوي. اول حاجه انه قد يكون مش مدرك اهميه يعني ايه اصوم وان انا اؤدي فرض من الدين، لان الصيام فرض وده جهل طبعا. الحاجه الثانيه انه قد يكون لا يعلم عقاب ده ايه يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. والحاجه الثالثه ان هو في ترتيب الاولويات ربنا مش رقم واحد، فهو مسبق حاجات ثانيه اللي هي بيبقى بتبدا بمراد النفس، انا عايز وعايز وعايز، فببدا اخلي ربنا في مرتبه ثانيه ثالثه رابعه وهكذا، وده غلط طبعا. لو خلى ربنا اولا هنلاقي الترتيب بيظبط، حتى الفطره لوحدها تيجي رمضان ده تلاقيك بتصوم لوحدك يعني تحس. وعايز اقول لو انت مش متعود تعالى نتفق، وده كان هيبقى من الاسبوع اللي جاي، ان احنا كده كل اسبوعين مثلا نبدا نصوم يوم، مثلا نختار يوم الاثنين ونصوم. استاذن ممكن نكمل الاجابه بعد التليفون. معانا ام يوسف من الوادي الجديد. ام يوسف مساء الخير. الو. ايوه مساء النور. اتفضلي. الله يسلمك. شحنتي رمضان؟ اتفضلي. كان عندي للشيخ سؤال بس. اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه ابني يعني في سن 16 سنه وما بيصليش خالص. يعني ساعات بيتعصب وبيزعق وبقول له صلي يا ابني، يقول لي انت مش هتحاسبيني انت وكده يعني.
فاعمل معاه ايه ومحتاره. طيب. ام يوسف انت حضرتك اجبرتيه انه يصلي ولا من زمان ما بيصليش؟ انا بصلي الحمد لله، ووالده الله يرحمه كان مدرس وما بيسيبش الصلاه خالص، واخوانه بيصلوا على طول البنات. لا يعني هو من صغره حضرتك كنت بتعوديه يصلي؟ كان ابوه يعني هو من مات ابوه على طول زي ما تقول كده، ما بيصليش الا وقت الجمعه يعني من الجمعه بس. تمام. يعني هو بيصلي بيعاند، يعني حضرتك شايفاه بيعاند ومش عايز يصلي. اما نقول له اما نقول له صلي يا ابني ده بكره وبعد ربنا يحاسبك، يقول انت مش هتحاسبيني انت وما بيصليش الوقت بوقته. طيب. هو يجي غير وقت الجمعه ويصلي على طول. طيب. يعني زي ما تقول له صلاه الجمعه بس. يعني مبدئيا في حاجه كويسه، يعني ده كويس انه برضه بيصلي، يعني ده كويس انه بيصلي حتى الجمعه عشان نبدا ان شاء الله تعالى يصلي بعد كده. بنشكرك يا ام يوسف، بنشكرك. اسمعينا بقى، عايز اقول للام يوسف خطوات سريعه جدا. اول حاجه هستاذنها انها ده سن مراهقه، سن متقلب جدا، سن صعب جدا 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 طبعا، وبالذات الاجيال الجديده. بالظبط. لا والولاد بيبقوا اصعب بتهيألي من البنات كمان. عموما يعني على حسب النشأة والتربيه. لا طبعا الولاد اصعب حقيقي. بتفرق. الله يكون في عونها. فاول حاجه ان هي ما تكلموش بلغه ان ربنا يحاسبك وانت حرام عليك، لانه هينفر. وده واضح ان هي بتاكد على، عشان كده مش هتحاسبيني. احنا مش عايزين في السن ده نعاقبه على قد ما احنا نديله حافز، على قد ما احنا نشجعه. يعني عايزين نتكلم معاه، طب هصلي ليه؟ يعني انا جيت في مره كنت عامل حلقه عن المعنى ده، مش ما بتصليش ليه، لا هصلي ليه، ليه اصلي؟ تمام. فهصلي علشان في حاجات كتير جدا في حياتي هتتحسن. هصلي علشان هيبقى في بركه وهبقى ناجح، وهصلي عشان ربنا يبقى راضي عني، وهصلي عشان هبقى مبسوط. ودايما نتكلم معاه فكره هصلي ليه، ايه اللي هاخده؟ هاخد حاجات حلوه قوي. بلاش صيغه العقاب، وما ينفعش كمان الامر طبعا، لانه طبعًا السن ده بالذات بيعاند. صح. عايز يفهم. طبعًا. يعني والحوار ده بيتهيالي بيجي بدري عن 16 سنه شويه عموما، يعني من 10 سنين تقريبا. صح. طبعا هو بيجي من بدري، بس علشان انه ده اتاخر، فاحنا خلينا نتكلم باللي في ايدينا. ان احنا بتقول ان هو كان مداوم على الصلاه، ما هو حصل حاجه. يعني غالبا السن ده ممكن صحابه بقى، ممكن وفاه والده خلى الموضوع يبقى مقصر فيه، قد يكون السبب ايه انا مش عارفه. ولكن احنا هنبدا ازاي؟ ان انا بطلب من ام يوسف انها تسمع وتقرا عن اهميه الصلاه. طيب احنا معانا بطرس من اسوان. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين بالاستعداد لشهر رمضان. حضرتك طيب وانت طيب يا بطرس وبخير دايما. انا عايز استعد لشهر رمضان بطريقه ثاني خالص، بطريقه الصعيد بقى. تمام. عايز استعد لشهر رمضان لما بلغه المحبه ازاي؟ على حد مثلا بسيط، لما حضرتك تروحي تشتري شقه ب 300 400 الف اكيد هتسال عليها، وهتسال على جميع جوانبها والشوارع والكلام ده. فلما واحد زي بطرس يعمل فكره والحج الهامي يقبل الفكره ويعملوها ويكلفوا على نفسهم اكثر من 7 8 مليون جنيه او 10 مليون جنيه، يبقى اكيد الناس دي دارسه كل حاجه لكل خطوه في البلد. الناس دي ما تدور على مكسب ايه؟ مكسبنا الوحيد تصور ايه؟ كل عيان يخفوا احنا نخففوه على حسابنا نكسب فيه، احنا الشعب ندفع احنا على حسابنا بفلوس يخف. طبعا اللي خليه يدفع مبلغ زي ده يبقى اكيد حاسب كل خطوه، وفي نفس الوقت حاسب مكسبه الشخصي. فدي احلى حاجه ان احنا نساعدوها، ونطلق مبادره السلام بين بطرس الصعيدي بلغه الصعيدي، بطرس الصعيدي بن بخ شيخ عظيم، انا متابعه راجل بصراحه ما يتكلم بلغه الفني في الدين، بلغه المهندس الفني، بلغه حاجه بلغه البساطه اللي تقدر توجع اي مشكله كبيره. الدكتور شريف انا متابعه من زمان ومتابع حلقتكم من زمان، والله بنعزكم معلش انا اسف ان انا بتكلم متواضع من وما اتكلم مع قامه عاليه زيكم، بس اعذروني انا برضو يعني اتعلمت حتى لو نقطه من ضحكتكم. خالص انت نورتنا يا بطرس، وبنشكرك جدا على مكالمتك وعلى مداخلتك معانا. لا انا بشكره كمان، يعني انه بيقول انه متابع وبيسمع، فانا بشكره والله جدا جدا، وانا سعيد بده، وده اللي مطلوب بقى، يعني ده المطلوب اللي يوصل. شوف الاحساس مسؤوليه ناحيه المجتمع طبعا. ففكره القيمه بقى ده الموضوع مهم. فكره القيمه وفكره الاخلاق دي مهمه جدا جدا، لان هي هتجمعنا في الاخر. انا لازم اراجع نفسي كل شويه، يعني يبقى زي كده عندي ضمير حي في افعالي. بالزبط. يعني ازاي اقدر النهارده ان انا اقيم نفسي وافعالي كل يوم؟ كويس، نتفق اتفاق حلو جدا، نعمل جدول. احنا مشكلتنا ان اول ما الورقه والقلم بتغيب عن ايدينا بنسرح، حتى في المذاكره في المدرسه. يعني دليل ان الطالب بيسمع المدرس انه بيكتب ورا، دليل ان انا بستفاد من حاجه ان انا بكتب المعلومه. الورقه والقلم حتى ده بقى نفسيا او حتى تدريبيا او كوتشنج او غيره مهمه جدا في ايدينا. انا النهارده عايز اعرف انا مين بالظبط، او انا هقيمني ازاي،
مش ينفع قيمني عشوائيه لان مش هيبقى عندي مقاييس يعني اه والله انا كذا كذا فانا زعلت ان انا عملت دي فراح داخل حاجه تانية انا سرحت فيها فانبسطت فنسيت فما حصلش حاجه. لا احنا عايزين ورقه وقلم نكتب بقى فيها كده حاجات مثلا مهمه قوي الورقه والقلم دي على طبعاً. فكره وناس كتير يعني ناس بتهرب منها جداً. لا بتهرب منها عشان بتهرب. مش عايزه واخده بالها مش عايزه تصارح نفسها كلمه بتهرب مهمه الفيسنج او مواجهه النفس دي مهمه جدا احنا بنهرب مننا يعني وانا هقول جمله هتبقى لطيفه جدا ما هقول ايه ما تهربش منك عشان ترضيك حلو قوي الجمله دي ما تهربش منك عشان ترضيك عشان تطبطب على نفسك بالظبط انت بترضيك غلط بالزبط. لا انا عايز اواجهني بقى تعالى هات كده ثلاث اقسام واضحه شق العبادات هات كده منول الصلوات كده ولما تصلي قول لي ان انت صليت ما تنساش ان في الصلاه في الجامع كمان وبعدين القران ادي حاجات واتعلمت يعني انا برضو عايزك تعرف يعني القران يعني مش مجرد ان انا قريت حاجات انا مش فاهمها لا انا عايزك تفهمها بالزبط. هتقول لي القران كلماته صعبه هيثقفك جدا القران جدا. وهيعرفك ازاي كمان تتعامل في كل حياتك بالزبط. لا هيقول لي القران كلماته صعبه كمان هقول له ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر يعني النهارده لو انا بدور على حاجه لقيتها صعبه هعمل سيرش على الفيسبوك او على الجوجل افهم تفسير طب ليه ده مش مع القران شيخ محمود مخلوف من علماء الازهر عامل كتيب جميل جدا اسمه كلمات القرآن هاته كده خليه معاك وانت بتقرأ هتلاقي الكلمة اللي انت مش عارفها هو قالك معناها هي مش تفسير ده معاني الكلمات فانت حطها عشان تستفاد منها وهنتكلم ان شاء الله في حلقات اخرى عن خطتي مع القرآن أكيد. ازاي أكيد. يبقى ده جدول الجدول الجزء الثاني من الجدول ايه الايجابيات اللي عندي انا بنميها ايه العيوب والسلبيات ونقاط الضعف اللي انا عايز اواجهها حاجات زي كده والنقطة الثالثة بقى انا وصلت فين لهدفي ومن صحابي احنا مش بنصنف اصحابنا طبعا احنا ماشيين وبعدين لك ده اصحابي ما انا عارف بس احبطوك كتير وضيعوك كتير وبعدين امتى هتاخد خطوه ايجابيه مع اصحابك امتى هيشجعوك وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله يعني على اخلاق صاحبه فلينظر احدكم من يخالل انت مصاحب مين وسيدنا النبي طلب يقول كل من تصاحب اقول لك من انت عايز تعرف انت مين شوف انت صحابك احنا مشكورك جدا واحنا على موعد ان شاء الله كل يوم اثنين نبقى مع بعض ان شاء الله ولسه كمان هنشحن اكتر لرمضان الايام اللي جايه هنحط الفيشه بالظبط كل اثنين هيكون معانا طبعا هيكون معايا كل اثنين الدعاية شريف شحاته في تحيه طيبه وبعد هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاك وتحيه طيبه وبعد